السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير يا ربي وصحة وسلامة. حبيباتي اليوم جيتكم مدير صدرية، طبعا مدير كلش حلو وبسيط، واختي قالت الا تخيطي لي اياه. هو هذا قماش ما صداري، ما اعرف اسمه طبعا، هسه اشوف لكم اذا بي علامة اشوفكم اياها. اخذت المتر مالته ب4، زين. هاي قطعة مترتين ونص، راديتها تنورة دبل كلوش، وياها يعني التكملة مالتها البدن الفوق، زين. هذا المترتين ونص طبعا تصير دبل كلوش، خلي زيدكم علم، لان القماش مالتها عريض، زين، فصير عندكم دبل كلوش، وحتى تقدرون تستخدمينها مع الجباب، لان قماشتها كلش حلوة، زين. صح اكو متر ب7 واكو متر ب8، بس مو مثل هذا المتر طبعا. هاي نصيحة ابو القماش نفسه، وهذا انا طبعا هواي ذاكرته هذا الولد بسوق الحسينية، سوق الاول. الولد اسمه ضياء، خاف تروحون يعني تردون تعرفون، يم صفحة ابو اللوازم، زين. اكو هواي بنات من اهل الحسينية يسألوني مين تشترين القماش، فانا دائما اشتري من عنده، لان قماشته حلوة وينصح بيها، وقماشته يعني مناسبة مو مثل بقية المحلات، زين. هاي القطعة مترتين ونص، تصير لي تنورة دبل كلوش، وتصير القميص وياها. بس انا جبت على صفحة نص متر زيادة، هيك كنت خاف ما تكفي، بس هو كافي كلش كافي، لان هي صدرية كلش كبيرة تصير عليها، وهي ضعيفة، اختي ضعيفة يعني مو سمينة، زين. هسه هاي القطعة انا طابقتها، شوفوا طابقتها طبقتين، راح اجيب هذاك الركن، شوفوا هذاك الركن راح اجي اطبقه هيك مثلثة، زين. بالنسبة للحاشية، حاشية فوق، شوفوا هناك حاشية وهنا حاشية، هاي الجهة مفتوحة مال طبقتين، وهاي الجهة مسدودة، اوكي. هسه راح اجيب هذاك الركن، زين، هسه طابقتها هاي طبقتين، راح اجيبها هذاك الركن واطبقه هيك على شكل مثلث، اوكي بنات. شوفوا بنات حبيباتي، باحسان طبقتها، شوفوا هذا الاثر مالت الطبقه. طبعا هذا انا مخططه عليه، لان قبلها يعني قصتها، قلت خلي اشوف قبل لا انزل الفيديو، خلي اشوف كافيه للقياسات لو لا. خلي هسه اشرح لكم شويه على القياسات. باعوا زاد من عندها تقريبا قد شبر، ومن هناك هم من جوا القصه هم زاد، خططتها على مود تشوفون اللي راح يطلع زايد، زين. قصه ثانيه التنوره الها، زين. طبعا هي بها كمر بالاول، وبها القميص الفوق، يعني بالوسط كمر قميص الفوق، وهاي التنوره الجوه، زين. وهذا عندك راح يزيد من هنا، تقدرين تطلعين به القميص، وهذا تقدرين تطلعين به الكمر، وتقدرين تطلعين به ايضا الحزام اذا تردين بها حزام، زين بنات. هسه خلينا نكمل، اذا تردين بها سحاب هم عادي بكيفك، هذا الشيء راح يكون تابع لك اذا تردين بها حزام او ما تردين بها حزام، العفو سحاب اقصد، والحزام همين طبعا شيء بالكيف. هذا هسه هيجي راح اقرب لكم اياها، بس راح اديرها بهالصفحة هاي على مود اقدر اصور حتى ما ابين. شوفوا بنات، هذا هو طبعا حشرتكم هذا المقص، هسه جبته جديد، خوش مقص، زين. والله ما اعرف بيش اخذته صراحة، بس هو حسب باعتقادي 9 10، 9000 او 10000، زين. هذا هو شكل المقص، زين. اكو يسمونه برادر، بعدني اصلا ما استخدمته، كنت خليه دشنا بالفيديو واشوفكم النوعية مالته، يمكن صيني، هي صيني لو كوري، هي اكثر الادوات، زين. راح نشوف هسه القياس، تراي بس بالفيديو هذا اللي قاعدين ينذبن. شوفوا بنات، بالنسبة للكمر مالتها الربع مالته هو 17، زين. انا اخذته هاي شقد اخذته 21، فراح انا راح اقلل، راح اسوي 20 بالعدل احسن، لان هواي 17 يعني الربع مالتي، اضفت له تقريبا 3 سنتيم يعني اصبعتين، زين. طول التنورة طبعا هو طول التنورة مالتها 86، فاخذتها 90، خليتها يعني زيادة 86، اخذتها 90، زين. خططتها رقم، خططتها ورا ما خططت هذه، اجيت اخذت الطول 90،
من بعدها قمت اسوي قمت اقيس الباسورد. هاي طبعا القياس شلون قست بالتنوره العفو بالمال اطفال البدله تنوره دبل كلوش نفس الشيء هيجي مشيت عليها وقمت امشي واخطط لحد ما وصلت القياس اللي اريده انا. زين شوفي هيك باعوا بالعدل تمشون وتخططون لحد ما تكملون للنهاية. اوكي بنات هسه انا مخططه مثل ما قاعد تشوفون خلصته راح اجي هسه اقص. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقص صورها من انا من التنوره ما تردين شويه تدورينها هيك مو تقصينها هيك عدله ترى صرت تلعب النفس هيك تدورينها لان من تنفتح راح تفرق. من بعد هاي المرحلة راح اجي اقص الطول. بسم الله الرحمن الرحيم زين هاي عندنا التنورة خلصت. زين هسه نفتح هاي الصفحة نفتح هاي الصفحة المسدودة بالتنورة وتطلع عندنا واحدة مسدودة واحدة مفتوحة. هالصورة هاي خلصناها. زين نجي نطلع هسه الكمر. الكمر مالتنا لازم يكون نفس القياس. زين حتى النوبة نطلع الكمر طبعا راح اخذه قد 5 سنتيم يعني اضيف له سنتيمين للخياط بيصير 7 سنتيم. زين حبيباتي هذا هو ال شوف هسه هاي طلعت عندنا. هاي نقدر نطلع بيها الفوق القميص. طبعا القصة الفوقانية القميص هو 35 سنتيم. هسه هاي ايش قد هسه هاي عندي 40 سنتيم اقدر اخذها اسويها 35 سنتيم. زين بس اطبقها 4 طبقات هيجي شوفي 4 طبقات. انت منين شوفي هذا البقع عندك منين ما تردين تطلعين قميص منين ما تردين تطلعين يعني الحزام والهاي عادي بعد انت تلعبين بالاقماش مثل ما تردين. المهم انه انت تطلعين فانت لا تبقين متحكمه ها منين طلعت القميص الخياطه ها هو جزء منين طلعت الحزام منين اخذته. لا تتحكمون بهذا الشيء. انت اهم شيء تطلعون اللي انت رايدينه فقط. انت اذا طلعت سباعين هذا هو لا تظلين محتاره طبقي الاقماش مثل ما تردين طول عرض ها انت المهم طلعين. فابد ابد لا تحتارين ماكو شيء صعب بالخياط بس اهم شيء تحركين دماغك وتخططين وتضيفين الزيادات يعني للخياط للفصال خلاص طلع انت عندك كله مضبوط. زين شوفوا بنات هذا الموديل راح اسوي شويه موديل مختلف فلا تخافون من عنده. موديل بسيط هو كلش بسيط بس يبي فد اجراءات خفيفه. زين هسه احنا راح ناخذ القميص مالتنا. هسه راح اشوف القميص ايش قد هاي الحاشيه هي عندي راح تكون متساويه جوا احسن اخليها متساويه. طول القميص مالتي قلت لكم 35 اضيف لي سنتيمين للخياط 35 37 يعني. زين راح اخذ هسه 38 من ما اعدي وارتب على حسب الاصول. طبعا فصال هذا ما تصداري متوسطة. زين صف يا صف والله ما ادري ها ايه صف ثاني متوسط والله تصدقون يعني خواتي نسيتني يا صف ثاني متوسط. زين طبعا صدريتين واثنيناتين اسود راح انزل لكم اياهم اثنيناتين ان شاء الله. هذا هو القميص بس خليني اتاكد ان الفيديو يكون واضح. اي تمام فيديو واضح. زين راح اجي للمحيط الصدر مالته
تعجين محيط الصدر. هاي تعتبر للحافة. طبعا الحفرة راح اجي اخذ لهم 10 سنتيم او 9 سنتيم. زين، من هي المدية مالتها يعني من فوق مو كلش عريضة. زين، هاي 9 سنتيم. انزل الكتف، طبعا الكتف اخذه قليل. زين، خلي اسفالي كت 7 سنتيم احلى يصير. يعني اشكد راح اخذ هسه؟ 10. هاي 10، هاي 10 سنتيم. راح انزل، شوفوا بنات هذا هو الموديل. خلي اوضح لكم، طبعا فصل شسمه الموبايل او لهذا توقف الفيديو. زين بنات، نشوف يعني فصل عادي خططين، ومحيط الصدر مالتهن شفت محيط الصدر مالتهن 44، يعني نصه 22. زين، انا راح اجي اخذه 25. زين، فوق 25 فوق 50، طيب 3 سنتيمين. زين، هالصورة هاي هي شلون الموديل اللي رايته. اللي رايته من هنا قصد زعلانة. زين، وهذا من هنا وهيج ينزل، بعدين هيج منه ينزل هيج. اوكي بنات، يعني صار منه ومنه جوانب مفتوحة. زين، هذا هو الفصال الصدري العادية، يعني انت اللي تفصلينها مربوطة من الجانب ومو مربوطة، منه ومنه مفتوحة. زين، وانا اشرح اجي من هذا مثلث، العفو من هذا البداية مالت الكتف، راح انزل بهالصورة هذا. زين، هيج تعدين شوية تعرضينها بعد بكيف بهالصورة هاي هو ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقعد على الكمر، فهمتوا؟ هاي القطعة راح تصير طبعا بالظهر وبالأمام. زين، بالنسبة عندك للحفرة، الحفرة مالت الظهر تردينها بدقم، العفو بسحاب، تردينها بدون سحاب، فأنت تظلين حرة. إذا تردين بعد تقللين من عدها من ناني، هاي طبعا راح يقعد على الخصر مناسبة بنات. هيجي بعد تقوس، تريدها بعد مقوسة. ها، هاي راح يقعد على الكمر، من هنا راح يلحق كمر فد مسطرة 5 سنتيم. زين، وبعد شعدنا من هنا راح تنحفر عندك الحفرة. زين، بس راح ارجع بعد اخذ من عدها. هاي صفحة الكتف الفوق ما اتلاعب فيه. راح اجي هسه هذا الظهر حفرة عادي، حفرة عادية تردينها دائرية، تردينها عادي كيفك بعد انتي. زين، بس عندك القدام نخططه ونقصه. هو احنا جد قلنا العرض 9 سنتيم اخذتين. زين، هذا العرض 9 سنتيم. النزال هو زعلان، الصفحة هاي راح انزل بيها 19 سنتيم. زين، هاي الصفحة الثانية راح تشوفيها خططها عدل. الصفحة الثانية هاي هي، وشلون تحددت؟ عندش تنزل منها نقل 10 سنتيم، مو هواي 10 سنتيم. زين، بعدها تعكس بهالصورة هاي للصفحة الثانية. قصة الزعلان هاي، طبعا انا خاف يطول الفيديو عليكم، فراح اسوي لكم اياه فيديو فصال وفيديو اخياط. زين، هسه هنا المسافة شقد عندنا؟ صارت 18.
2 من ناقة 9 ومن ناقة من 9 ومن ناقة 9 ل 18. اهم شيء كان عندنا الكتف باقي كامل، هذا 10 منا وهذا 10 منا. يا بنات طبعا هاي ابطنها اكيد، هذا هاي البطانة العادية، بس هي بيها نفس القصة. انا راح اصير فوقانية شلون فصالة ابو البردة، نفس الشيء. بنات هاي حطت عندنا الظهر، ناخذه نفس القياس بس حفرة دائرية، زين حفرة دائرية عادية ننزل بها 2 سنتيم، عفوا 3 سنتيم، زين هذا هو الظهر. هم ناخذ العرض مالت الحفرة هم 9 سنتيم نفس القياس، زين إذا ما سيطرين دائما، إذا ما سيطرين خططوا وين راحت هاي، خططي 3 سنتيم أو 4 على تردين، نزلين بيها دائرية حتى تصير هاي جوا القميص. هاي طبعا هم راح أحضر لها الطانة على مود تكون مرتبة، زين حطها هاي كذا جاهز. حصلها بنات هاي عدتش الجوانب منا ومننا، يا اما تبطنينهم منا ومننا. ما اريد مثلا هادات يعني ينزل من الكتف بس اول بداية مش اريد يجي حاد الخط حاد. شوفي عندي هاي لازم تنقص، شوفي هي جهنة رادتها تكون حادة ما بيها تقويسة. شوفوا صارت حلوة هسه. عندنا بعد عندنا الطبقة الثانية، طبقة ثانية شو تصير؟ تصير عندك منانة نازلة قد 7 سنتيم ومنانة هيك تنزل بها همينة قد 7 سنتيم، هيك يعني تكون متساوية. فالصورة هاي تصير عندك هاي الصفحة الفوقانية راح يغطيها شلون البردة اللي سويتها بالضبط نفس الشيء، يغطيها هيك يكون لي فوق، زين هم قصة من نفس القماش. هسه همين راح نسويها واطلعها، بس خلينا نطلع عندنا الحزام. الحزام مالتي لازم يكون على قد الخصر مالت التنوره. نروح هسه للخصر مال التنوره نشوف اذا هذا يكفي عندنا. هذا شوفوا عندنا كافي، راح اجي قد اخذ العرض مالتي 7 سنتيم، انا رايدته 5 زين، بس اضفت له سنتيمين للحياط لان سنتيم راح يروح بالقميص من فوق وسنتيم راح يروح بالتنورة من جوا، راح اخذه 7 سنتيم. اذا ما سيطرن عليه خططي خطر هاي. وين راح المقص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا خايفه كلش من هاي الصبره، تدرون ليش؟ لان اختي قناقينه حيل حيل يعني مش ما كان. لا تضحكون علي، لا تقولون خياطه، لا بس انا اختي والي يبون. هسه تشوف الفيديو وتشهرنا وتفضحنا وتحكين علي. هسه هذا هيك بابا لازم شي يكون نفس اكبر من هذا القياس، لازم ناخذ على هذا القياس هيك. هو
بس شوفوا بنات هيك هذا الحزام وغفت لمنه في سنتيم ونص للخياط زين. هذا حتى لو يكون هيك جو عادي، انا اول مره ركبه بالتنوره وعندي تمام. هذا طبعا كله راح اخيطه، راح يروح بالهذا هيك سنتيم، راح يروح راح يبقى عندي، وهذا هيك راح يصفى لي 5 سنتيم زين. هاي طول القميص لازم يكون 35 سنتيم، هسه هو 38، طبعا راح اجي اقلل من عندي اسوي 35. يعني اول بدايه من اخذته كان 38، بس انا ضفته يعني هذا زياده لل شو اسمه يعني للقاس، من هاي اساوي ما اساوي، فلازم انا مخليه حساب محسب حساب. بنات انا ما اقدر اسرع الفيديو، يعني اقول لا خليه يستفادون اكثر، والله انا اتمنى اسرع لان صار كلش طويل. اضيف لي العفو قلنا سنتيمين هو 35، اضيف لي سنتيمين يعني راح اضيف سنتيم واحد فقط. زين هذا الكمر عندي لما راح اخيطه هنا، شوفوا راح اخيطه، راح يبقى عندي زياده هنا، راح اكفه هيك كفي، او اذا اريد اسوي طبقتين عادي، فهذا يبقى شيء اختياري. تردين اطبقه تردين اخلي له شريط هنا بالنهايه، لان هذا راح يكون هنا مفتوح لما اربطه من الجوانب. زين هسه هنا عندي خلاص الفصال، خليه اساس اسوي البطانه او القلبه اللي راح استخدمها بالحفره مالتي. هذا هو لازم طبعا القلبه طبقه واحده، طبعا راح ابطنها بقماش كشمير لان تصير ثقيله حيل. شوفوا بنات اول بدايه راح اجي هيك اخطط اخطط اول بداية زين، اقص على هاي القصة لازم نفس القياس عدل كلش. كون كل شيء يصير قياسي على مود من اجي مخيط اجي مرتب زين. هاي خطط احنا طبعا القصة راح تكون على نفس العرض زين، نفس العرض وننزل بيها ايضا منها طبعا راح تكون نازلة هيجي بهالصورة هاي زين. منها راح انزل بيها تقريبا 19، ومن هنا راح انزل بيها 30 سنتيم زين. راح يكون توصيله بهالشكل هالصورة، راح اقصها وارجع لكم لان الفيديو صار كلش طويل زين. هسه شوفوا هاي هاي هيجي نخططها بعض. احنا شقد قلنا من هنا 20، ومن هنا راح انزل هيجي بيها زين، وراح تكون هاي الطبقة الفوقانية. خلاص هذا الوضع خلاص تعدي القصة الفوقانية، هو هذا المتيال مالتنا، فخلى نروح نخيطها وامشوا لها. الجهاز اتكسر.